صالح ظل كثيفا لسنوات طوال، وبدأ تدريجيا باستعادة نسبة من بصره. شريحة بيانات تزرع في العينين تعيد الأمل لآلاف المصابين بضمور الشبكية باستعادة نسبة من بصرهم. العملية لا تتجاوز مدتها 3 ساعات، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. في الأمس لما سووا لي إشاعة عصر، يعني كانت بداية يعني يفتحون العين وبدأت يشوف النور كذا مصفر ويسوي وميض زي الشمس لما تطلع الشروق وزي الشمس لما تغرب لون أصفر باحمرار وهكذا. 4000 عملية زراعة للشبكية التعويضية لفاقدي البصر أجريت على مستوى العالم، وفي السعودية تم إجراء 2 عمليات من هذا النوع. من الأشياء المشرفة حقيقة هي أنه مستشفى ميخات تخصص العيون يكون له السبق في منطقة الشرق الأوسط بإجراء زراعة الشبكية التعويضية أو الشريحة داخل العين للناس الغير مبصرين. حقيقة احنا طموحنا إن شاء الله تعالى الأبعد من كذا بإذن الله تعالى. إن شاء الله أن النتائج راح تكون مرضية في الأيام القليلة القادمة. المرضى اللي يعانون من ريتناتس بيجمنتوزا أو التهاب الشبكية الصبغية بإذن الله تعالى راح يكون لهم علاج وحلول. أطباء العيون يبحثون عن حلول لتزايد حالات الإصابة بالخلل الخارجي للشبكية الذي ينتج عن أسباب عديدة من أبرزها زواج الأقارب. مستقبلات الضوئية عبارة عن طبقة من الشبكية تكون متلفة، المفترض أنها تستقبل الضوء وتحول إلى زي الإعاز العصبي، بعدين يروح للمخ والإنسان يقدر يشوف أو يدرك البصر. المشكلة المرضى هذول يكون عندهم تلف بالخلايا هذه، فالديفايز اللي احنا سويناه يعوض عن تلف الخلايا المستقبلات الضوئية هذه. من خلال الفحوصات التي أجريت للمرضى تبين أن 4 أشخاص فقط من بين 30 شخصا تنطبق عليهم شروط إجراء هذه العملية. عبد الإله الخليفي، العربية، الرياض. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور عبد الإله التورقي، في استشاري أكاديمي أول في طب وجراحة العيون والمدير العام التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. صباح الخير دكتور. خلينا بس طبعا نفهم منك أنه قد إيش من نسبة البصر اللي ترجع بعد هذه العملية؟ هل الإنسان يعني بيشوف خيالات فقط ولا في ناس ممكن يكونوا أحسن من ناس؟ صباح الخير، أشكركم على الاستضافة. حقيقة ربما قبل ما أبدأ الإجابة على سؤالك أود التعليق على أنه كما أشار الخبر أنه أجري العمليات 4000، في الواقع أنه يجري تقريبا أقل من 60 عملية في أوروبا وأمريكا فقط، ليس 4000 عملية. نعم. بالنسبة للعمليات الجراحية ومدى التحسن في البصر، أود إعطاء نبذة سريعة عن ما هي الشبكية التعويضية. الشبكية التعويضية من الاسم يبين أنها هنالك شريحة بيانات تزرع داخل العين وذلك تعويضا لخلايا الشبكية التالفة، ضعف وظيفي في خلايا الشبكية، ويكون لها أجهزة مساعدة وهي عبارة عن نظارات وكاميرا وكذلك وحدة معالجة الصور المرئية والحركية. فالكاميرا تلتقط الصور ثم ترسل إلى وحدة المعالجة الحركية والضوئية، بعد ذلك يتم إرسالها إلى شريحة البيانات التي يتم تتجاوز الخلايا التالفة، ثم يتم إرسالها إلى الموصلات إلى العصب البصري ثم إلى المخ. طبعا المرضى يختلفون في نتائج العملية. طبعا هنا نتحدث عن مريض لديه ضعف كبير جدا، لا يستطيع رؤية الإضاءة أو ربما يراها بشكل بسيط جدا. نعم. فحينما يحدث له تحسن في النظر إلى أن يستطيع أن يتحرك بمفرده تعتبر حقيقة النتائج كبيرة جدا. طبعا تختلف النتائج عن مدى من شخص لآخر، وهذه تعتمد حقيقة على مدى التزام المريض في الدروس التأهيلية التي تحدث بعد العملية. بعد العملية هنالك تقريبا 20 مرحلة تعليمية، كل فترة تأخذ تقريبا 2 إلى 3 ساعات، بحيث يتم وهذه تحدث كل مرة في كل أسبوع،
مرة، بحيث يتم الشرح للمريض كيف يستطيع استخدام الجهاز وكيف يستطيع ترجمة هذه الرؤية، وبالتالي يبدأ النظر في التدرج. طيب دكتور، لمن تصلح هذه العملية؟ يعني من هم المرضى المؤهلين لهذه العملية؟ هل كل أنواع أو ضعف البصر تصلح لها هذه العملية أم لا؟ لا طبعا، هي تصلح لفئة معينة من لديهم خلل في الخلايا المستقبلة للضوء. يعني إن كانت يعني عند الولادة أو بعد ذلك. لا، هو يشترط أن يكون للمريض كان يبصر في السابق ثم فقد البصر، والسبب لأنه تعود على رؤية الأشياء، لكن إذا كان فاقد البصر من البداية المخ لم يستطيع التعرف على هذه الأشياء. نعم. لكن المريض إذا كان فقد البصر زي الأخوة اللي والأخوة والأخت اللي عملنا لهم، كانوا فاقدين البصر لفترة، الأخ أكثر من 16 سنة والأخت أيضا أكثر من 30 سنة، فيوجد في المخ صور قديمة، وهنا نحاول التأثير عليها. طبعا إجابة للسؤال أنه لا تصلح لمن تأثرت لديهم الخلايا الوظيفية السطحية، وبالتالي هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى العمى، هي تصلح فقط لمن لديهم تلف في الخلايا، وعادة تكون أمراض وراثية. طيب دكتور، هل للعملية أي مضاعفات؟ هل ممكن بعد فترة مثلا يدهور البصر معها؟ هو عادة العملية زي عملية أي عملية أخرى جراحية، طبعا تعتمد على المكان والمكان اللي يجرى فيه وقدرة الجراحين على العمل. العمليات مضاعفاتها زي عملية أخرى، قد يكون فيه التهاب داخل العين، قد يكون فيه نقص في ضغط العين، وأيضا قد يكون في تحرك للشريحة المزروعة داخل العين من مكانها التي زرعت فيه. عادة هذه الأمور ممكن السيطرة عليها إذا تمت المتابعة المريض بشكل دقيق. ممكن تسبب صداع دكتور؟ لا، ما مفروض تسبب صداع. لا. طيب خلينا نتحدث عن نسب الشفاء واستعداد البصر. أنت ذكرت تعتمد على المريض مدى التزامه ب يعني بعد الدروس أو العشرين جلسة التي تلحق بالعملية. عادة نسبة الإبصار كم تصل؟ يعني هل نتحدث عن استعادة البصر 100% ولا تتفاوت النسب؟ لا طبعا استعادة البصر 100% لا، لكن احنا نتحدث انه شخص كان لا يستطيع ان يتحرك ولا يبصر الضوء، وبعد فترة من العملية اصبح يعتمد على نفسه والتنقل، معرفة الوجوه، افضل النتائج وصلت الى انه ممكن يستطيع قراءة الأحرف الكبيرة، هذا بالنسبة لمن يقرأ. أما بالنسبة للحركة يستطيع الحركة في الأماكن، معرفة الاتجاهات، الإضاءة، الأماكن الموجودة أيضا في بالنسبة في الشارع، يعرف الأشياء المتحركة، يعني حركة ربما تغنيه من أن كما نلاحظ الآن بأن يكون معه واحد طول الوقت، وهذا طبعا بالنسبة لفاقد البصر شيء جدا كبير جدا. أيوة طبعا. طيب دكتور، هل يمكن مثلا إجراء هذه العملية للأطفال؟ لا، هو عادة تجرى في 25 سنة فما فوق، أحيانا نتجاوز، لكن في الأطفال لا. وعادة أصلا ضعف البصر هذا يبدأ في فترات متأخرة، يعني مثلا بعد سن 16-17 يعني يكون الشخص مبصر. طبعا من البداية قد يكون بصره ما هو جيد جدا، لكن يكون مبصر ويتحرك بنفسه، ثم بتقدم العمر تبدأ الخلايا تتأثر ويوصل مرحلة أنه يفقد البصر تماما. كم تستغرق العملية دكتور؟ تقريبا من ثلاث ساعات الدكتور عبد الإله طبعا. شكرا للدكتور عبد الإله التويرجي، استشاري أكاديمي أول في الطب وجراحة العيون والمدير العام التنفيذي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. كنت ضيف صباح العربية، شكرا جزيلا.